من القاهرة تنضم إلينا منى بدير كبيرة الاقتصاديين في برايم المالية القابضة. أهلا ومرحبا بك سيدة منى، شكرا على وجودك. يعني توقعات أن الجنيه المصري مسعر بأعلى من قيمته ليست جديدة، منذ فترة الكثير من المؤسسات ربما الدولية قالت ذلك، يعني ترى ذلك. نعلم أن الفدرالي الأمريكي متجه لتشديد الفائدة، وبالتالي قد يدع هذا الضغوط على العملات الناشئة بشكل عام، في حين أن توقعاتكم متوسط توقعات تشير إلى تراجع 2 إلى 3%. هل يمكن أن نشاهد هذا التراجع أو حتى نشاهد تراجع أكبر منه للجنيه؟ مساء الخير، أول كل سنة وحضرتك طيب. هو توقعاتنا مش جاية من فراغ، هو التوقعات ولا مبنية على فكرة أنه في ضغوط على الجنيه مش هيقدر تتحملها، لكن احنا عندنا مجموعة من المعطيات بتتكلم أنه في عجز ميزان جاري مستمر ومرتفع. صحيح عندنا توقعات انه هيتراجع في السنه الماليه الجديده اللي احنا فيها دلوقتي 2022. صحيح عندنا تعافي في مدفوع السيوله النقديه اللي جايه من قطاعات مهمه زي السياحه وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الاجنبي المباشر كمان، لكن احنا بنتكلم في بيئه، يمكن لو بسيط كنتوا بتتكلموا شويه عن الوضع في تركيا، فكره ازاي المستثمرين الاجانب بيبصوا وبيعيدوا تقييم توجهاتهم للأسواق الناشئة، خاصة الدول اللي ممكن تكون موازينها الخارجية أكثر عرضة لصدمات خارجية. صحيح الأسوأ في أزمة كوفيد-19 عدى، صحيح مصر مؤشرات الاستدامة المالية بتاعتها مستقرة بشكل كبير، في حجم في مخزونات أو خلينا نقول احتياطات خارجية قادرة تمتص الصدمات قصيرة الأجل، لكن المرونة، إحنا مش بنتكلم على اتجاه واحد للجنيه المصري سواء للهبوط أو للارتفاع، إحنا بنتكلم على نوع من أنواع المرونة المطلوبة في سوق سعر الصرف بتعكس الفاندمنتال، وخلينا نقول ان هي بتقلل مخاطر الاوفر شوتينج بتاع سعر الصرف. حضرتك عارف ان مصر معتمده بشكل كبير على تدفقات الاجانب في ادوات الدين المحليه لتمويل عجز الميزان الجاري، والتدفقات دي حضرتك عارف ان اغلبها في الديون قصيره في الادوات قصيره الاجل، وكان واضح انه في الازمات بيبقى في ضغوط وخروجات بتاثر على ده. مصر لما عدت ده في 2018 وقت أزمة الإمرجين ماركت، كان البنك المركزي لسه عنده آلية التخارج بتاعته arbitration mechanism اللي قللت من حدة الضغوط دي على سعر الصرف. في 2020 كان برضو المركزي عنده الآلية أنه يتدخل ويخفف من الضغوط دي، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة fundamentally لازم تنعكس كل العوامل دي على قيمة عادلة أو تحركات خلينا نقول أكثر مرونة لسعر الصرف. تفضل. طيب أستاذة منى، يعني أنت نقطة مهمة لي الغاية، يعني الفترة القادمة الفيدرالي الأمريكي سيبدأ دورة لرفع معدلات الفائدة هذا العام، لا نعرف يعني إذا ما كان سيسرع أيضا لأنه مخاوف التضخم عالميا لا زالت تضغط من ناحية أخرى، أيضا الاعتماد كما ذكرت على أدوات الدين قصيرة الأجل واعتماد على الأموال الساخنة في هذه الفترة، يعني ربما ستمثل ضغط على البنك المركزي المصري وعلى الاحتياطي النقدي المصري، في حين نرى أن التوقعات هي متفائلة بتراجع فقط 2 أو 3%. هل يعني هناك سيناريوهات أخرى لتراجع يكون أكبر على الجنيه؟ هقول لحضرتك ليه مش متوقعين يعني تحركات بشكل كبير. اولا انه المركزي عنده الاليه انه يسموذ او يقلل من حده هذه التقلبات. الحاجه الثانيه انه مش معنى ان الفيدرالي هيرفع اسعار الفايده ده يعني بالضروره انه مصر هترفع اسعار الفايده. احنا بنتكلم الى اي مدى شهيه المستثمر الاجنبي هتتاثر في الاستثمار في الاصول الاسواق الناشئه عامه، وهنا احنا بنقول ان الاسواق الناشئه داخله في مرحله ان المستثمر الاجنبي بيحاول اتس نوت هوموجينيوس اني مور، احنا مش بنتكلم على كتله واحده اسمها الايمرجنج ماركت، كل دوله من دول الايمرجنج ماركت مختلفه أكيد. وتقييم المخاطر برضه لكل دوله هيكون مختلف، وبالتالي احنا شايفين مصر بمجموعه الاصلاحات اللي عملتها بمجموعه الدعم الدولي اللي خدته من مؤسسات دوليه مهمه زي الاي ام اف، كلها بيدي دعم انه ممكن نشوف تاثر في شهيه الاستثمار في الادوات المحليه، لكن ممكن مش التاثر اللي احنا متخيلينه، مش تاثر كبير. ما تنساش مصر مثلا انضمت لجي بي مؤشر جي بي مورجان لسندات الاسواق الناشئه، ده واحده من المؤشرات اللي بتقول على مدى
تطور ادوات الدين المحليه. الحاجه الثالثه اللي عايزه اقول لك عليها انه كخطوه استباقيه، حضرتك عارف ان البنوك المركزيه هدفها المحافظه على مستهدفات التضخم، تحركات سعر الصرف في بيئه زي بيئه الاقتصاد المصري اللي هو اصلا مش ما فيش فيه مرونه كبيره قوي لسعر الصرف، هيكون الباس ثرو ايفكت او معدل تمرير زياده في سعر الصرف للتضخم هيكون كبير، وبالتالي جزء من فكره انه المركزي بيحافظ على مستهدف التضخم بتاعه هو فكره انه يمانج التحركات سعر الصرف بشكل ما ياثرش على مستهدف التضخم. وان كنا شايفين ان واحده من الادوات دي انه هيكون المركزي في الحاله دي هيستخدم السياسه النقديه بتاعته في ان احنا نشوف تحركات نحو رفع اسعار الفائده. وهنا يعني ياتي السؤال، اذا كانت مصر الان يعني صاحبه اعلى معدل فائده حقيقي في العالم، وفي نفس الوقت البنك المركزي ربما مصر يعني تتعرض لموجه التضخم كما تتعرض لها معظم دول العالم في الوقت الحالي، هل سيقوم برفع معدلات الفائده المزيد من الرفع ومع ما يتضمنه ذلك ويعنيه لتحمل المزيد من الاعباء والمزيد من خدمه الدين، ام انه سيحافظ عليها ويترك معدلات التضخم تنمو؟ ما احنا عشان كده بنقول انه تحركات هتكون يعني خلينا نقول هو the last resort، يعني اخر حاجه ممكن يلجا لها البنك المركزي لو تدهورت بشكل عنيف شهيه الاستثمار في ادوات الدين المحليه، لو تاثرت تدفقات النقد الاجنبي بشكل كبير، لو معدلات التضخم خرجت عن المستهدف وبالتالي معدل الفائده الحقيقي اللي حضرتك لسه قلت عليه الاكبر في العالم اتاثر، بلس المخاوف المتعلقه بعدم مرونه كافيه لسعر الصرف، كل دي عوامل ممكن تدفعه انه يرفع. لكن احنا بنقول انه حتى مع السيناريو ده احنا مش شايفين معدلات فايده او معدلات رفع تتجاوز 1% على الاقل في 2022. اشكرك استاذه منى بدير كبيره الاقتصاديين في برايم الماليه القابضه، شكرا لك على هذا التحليل.